يا كفاية ما حد وصلنا وانت عيوني وماها. هذه الشيلة إهداء من فهد إلى زوجته الغالية كفاية أم ماجد. انت شين بالحرف الأجزال والفكر والقاف الأمثل وش الله فلحنا الأجمال للعزيزة وما سواها للعزيزة ما سواها. فقط وحصريا على لمسات رنية لكل جديد وحصري. انت شيب الحرف الاجزال والفكر والقاف الانفال وش لها بلحنا الاجمال للعزيزة ما سواها. بنت قوم العز والشان من درى قوم الحرفي. فقط وحصري على مسات رنية مكمله والله عطاها زوجة الطيب معلم والفخر فيها متوسم وطيبها يجري مع الدم. فقط وحصري على لمسات رنية غالية المهرة الأصيلة طبعها سلوم القبيلة ونجمها عالي سهلة معتلي دايم سناها عقل وسلوب ورزانة. فقط وحصريا على لمسات رنية بيتها قلبي مكانها وما حد يسكن معاها والله من فضله وهبها الوصوف وما سلبها شيخة عالي نسبها. فقط وحصريا على لمسات رنية تستحقنا الصدارة تربيها طيب وطهارة وانت العز وشعارها شعارها ما يماريها عداها. فقط وحصريا انت على لمسات رنية وقدرك بقلبي محلا يا كفاية ما حد وصلنا وانت عيوني وماها. ومن وهبنا الله بمهرة جاتنا للعين قرة. فقط وحصريا على لمسات رنية وضوة الدنيا معاها يلا انبتها نباتي بأحسن طباع وصفاتي واكتب الخير الكفاية مهرة ووفق خطاها. فقط وحصريا على لمسات رنية